بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل شيء موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكل شيء سوى الله، الله شيء سبحانه وتعالى، كل شيء سوى الله فهو مخلوق، لا يخرج عن ذلك شيء. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. المجوس جعلوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، يسمون بالثانوية. وأما المعتزلة فجعلوا خالقين لا خالقين فقط، كل مخلوق يخلق فعل نفسه، وليس لله تقدير في فعله وعمله، وإنما هو الذي يخلق فعل نفسه، تعالى الله عن ذلك. فخالفوا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء لا تخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هذا نص، والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهي عمل لهم يجازون عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. ولم يدخل في العموم الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يخلق نفسه؟ الله خالق وما سواه مخلوق. نعم. وصفاته ليست غيره. صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، ليست غير الله حتى تكون مخلوقة. فالله جل وعلا خالق غير مخلوق، كذلك صفاته. فالله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء، الله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء. نعم. وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال. نعم، هو الموصوف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه ورسله، فهو الغني القدير العزيز الحكيم التواب الرحيم إلى آخره. نعم. وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، ليست منفصلة عنها. فالله بصفاته خالق كل شيء، ليست صفاته داخلة في كل شيء حتى تكون مخلوقة. نعم. وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنها، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم. حتى المخلوق،
حتى المخلوق ليست صفاته غيره، صفاته تابعة لذاته ليست غيره. نعم. بل نفس ما استدلوا به يدل عليه، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. نعم. وأما الله خالق كل شيء مخلوقا، يزيدون مخلوقا، كل شيء مخلوقا فالله خالقه، الآية عامة، الله خالق كل شيء. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ إنا جعلناه، قالوا والجعل معناه الخلق، الجعل معناه الخلق، فالقرآن مخلوق لأن الله جعله، يعني خلقه، وكذبوا في هذا. إذا قلنا الله جل وعلا قال ولا تجعلوا الله عرضة، لا تجعلوا الله يعني لا تخلقوا الله، فجعل لا ليست يعني دائما للخلق، جعل واسعة ليست محصورة على جعل بمعنى خلق، لا. وإلا يلزمهم أن قوله تعالى ولا تجعلوا الله، أننا خلقنا الله تعالى الله عن ذلك. نعم. وهذا ما رد به عبد العزيز الكناني رحمه الله عليهم. نعم. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. نعم. وقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. نعم. فهذا كله يدل على أن جعل شاملة لكل ما أراده الله سبحانه، إن الله يخلقه ويجعله سبحانه. نعم. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. جعلتم الله عليكم كفيلا، جعلتم الله هذا المفعول الأول، الله هو المفعول الأول، كفيلا هو المفعول الثاني، أي تنصب مفعولين. نعم. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة، الله مفعول أول وعرضة هو المفعول الثاني. نعم. لأن جعل تنصب مفعولين. نعم. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين، القرآن مفعول أول وعضين مفعول ثاني، وعضين يعني سحر من العظة وهو السحر، فالكفار يقولون أن القرآن سحر هذا. نعم. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تجعل يدك مغلولة، يدك مفعول أول ومغلولة مفعول الثاني. نعم. وقال تعالى هل معناه لا تخلق يدك، لا تصير، معناه لا تصير يدك مغلولة إلى عنقك، لا تصير، ما هو معنى لا تخلق يدك. نعم. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، هل معنى ذلك لا تخلق مع الله إلها واحدا؟ لا، معناه لا تصير مع الله إلها آخر. نعم. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا أي الكفار جعلوا الملائكة إناثا، حيث يقولون الملائكة بنات الله، بنات الله تعالى الله عن ذلك. نعم. يقولون إن الله أصهر إلى الجن، يعني تزوج من الجن فولدت له
الملائكة فهم إناث. نعم. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ما هو معنى خلقناه، معناه صيرناه قرآنا عربيا. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها. نعم، لما جاء موسى عليه السلام إلى النار التي رآها وهو في طريقه راجعا من مدين إلى بني إسرائيل، رأى نارا وكانوا في برد بحاجة إلى نار يصطلون عليها من البرد ويطبخون عليها غذاءهم، فلما رأى النار عليه الصلاة والسلام قال لأهلهم كثوا، يعني اجلسوا لعلي آتيكم منها بقبس، أو آتيكم منها بقبس لعلكم آتيكم منها بخبر، يعني عليها أحد يسأله لأنه ضل الطريق، لعل النار عليها أحد، أو أجد على النار هدى، يعني يجد أحدا يدله على الطريق، فقصد شيئين، أولا من يدله على الطريق، وثانيا أنه يأتي بشهاب لأهله لعلهم يصطلون من البرد. فلما وصل إلى النار ناداه الله جل وعلا يا موسى إني أنا الله رب العالمين، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، نودي من الشجرة، من الشجرة يعني نودي من الشجرة. نعم. وعمو، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى، والمنادى هو موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. نودي، من الذي ناداه؟ ناداه الله سبحانه وتعالى، وموسى هو كليم الله، موسى كليم الله، إذا أراد الله شيئا يأمر به موسى كلمه، وأما بقية الأنبياء فيوحي إليهم بواسطة جبريل عليه السلام، أما موسى فإن الله يكلمه، يكلمه كل ما أراد منه شيئا كلمه، يا موسى افعل كذا يا موسى، ولذلك سمي كليم الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع النداء هو الكلام من بعد، فدل على أن كلام الله يوصف بأنه نداء وأنه مخاطبة وأنه نعم، فالبعيد ينادى والقريب يناجى، ولهذا قال وقربناه نجيا، نجيا، القريب يناجى والبعيد ينادى، فموسى حصل له الأمران أن الله ناداه من بعد وأنه ناجاه عن قرب. نعم. والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي يعني نودي من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة، يعني نودي سمع الصوت من الشجرة، والذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وليست الشجرة. نعم. أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد في البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية. نعم. لا أن البيت هو المتكلم،
نعم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، تكون الشجرة هي الله تعالى الله عن ذلك. الشجرة تقول أنا الله رب العالمين، هذا محال. الذي قال أنا الله رب العالمين هو رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن الصوت جاءه من الشجرة. نعم. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا، ولو أن الذي قال أنا الله رب العالمين غير رب العالمين كما تقوله الجهمية والمعتزلة، لا لزم أن هناك أرباب غير الله جل وعلا. الشجرة تقول أنا رب العالمين. نعم. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. يقول وهل قال إني أنا الله، آخر كلمة قلتها ما هي؟ لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. صدقا، أي نعم، لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، فكل من قال أنا ربكم يكون ربا تعالى الله عن ذلك، والرب واحد وهو الله جل وعلا، ليس هناك أرباب، ليس هناك أرباب حق غير الله، هناك أرباب للمشركين لكنها باطلة، لكن الرب الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. نعم. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. إذا كان فرعون خلق الكلام فيكون غير الله، ويكون مع الله آلهة تخلق تعالى الله عن ذلك. نعم. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل في باب القدر، نعم، فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن، يعني القرآن، إنه لقول رسول كريم، قالوا هذا يدل على أن محمدا هو الذي أحدث هذا القرآن وأنه من عنده. نعم، قول رسول كريم، ولم يعلموا أن الرسول مبلغ عن الله، فقاله الرسول مبلغا عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا موديا. فالكلام كلام الله، والمبلغ هو الرسول، بلغه عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله. نعم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم قول رسول، قول رسول، والرسول مبلغ، الرسول مبلغ قول الله جل وعلا وليس قوله هو. نعم. فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. أي نعم، فالقول نسب إلى الله ونسب إلى الرسول، فهل يكون الرسول شريكا لله تعالى الله عن ذلك؟ لا، ولكن قول رسول مبلغ عن الله، الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، والذي ابتدأ هذا هو الله، والرسول بلغه عن الله،
لأنه قاله. نعم. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ. لو كان الإضافة للابتداء القول ما نسب إلى اثنين، إلى محمد تارة وإلى جبريل تارة، فهذا دليل على أن محمدا وجبريل عليهما السلام مبلغان عن الله، لا يمكن القول أن يقوله اثنان، إنما يقوله واحد. نعم. فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ. نعم. إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين، رسول شهر، رسول هو مجرد رسول أمين على ما أرسل به، فلو كان يقول من عند نفسه لم يكن أمينا، لم يكن أمينا. أمين على أي شيء؟ على كلام الله عز وجل، لا على كلامه هو. نعم. دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه. هذا معنى الأمانة، أنه لا يزيد ولا ينقص من الكلام الذي أرسل به. نعم. بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. نعم. وأيضا فإن الله قد كفر من جعل من جعله قول البشر. أي نعم، الله كفر من قال إن القرآن قول البشر في سورة المدثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، هذا قول المشركين، الله كفرهم بذلك. نعم. وأيضا فإن الله سأصليه سقر، ما أدراك ما سقر، توعده بالنار، دل على أنه كذاب، أليس هذا قول البشر وإنما هو قول الله جل وعلا. نعم. لو كان صادقا في قوله ما عذبه الله عز وجل. نعم. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر. نعم. فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا. هذه القاعدة، الكلام كلام من قاله مبتدئا وأنشأه مبتدئا، لا ينسب إلى من قاله مبلغا ومؤديا. نعم. والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. نعم. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. اي نعم، معلقة امرئ القيس، أولا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، لو أن أحدا قرأ هذه القصيدة فهل يقال إن هذه قصيدة فلان؟ لا، هذه قصيدة امرئ القيس، كل يشهد بذلك، فكيف بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا بلغه أحد يقال هذا كلام المبلغ؟ لا. نعم. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. اي نعم، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، إلى آخرها. نعم. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين. نعم، الأحاديث الصحيحة هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله. نعم، هذا كلام الله، الفاتحة وغيرها من القرآن
كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله. نعم. قال: هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال إن كان عنده خبر ذلك. نعم. وإلا قال: لا أدري من كلامها، وإلا قال: لا أدري من كلام من هذا. لا أدري. وإلا قال: لا أدري كلام من هذا. أي نعم. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. نعم. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ أي نعم. إذا سمعت أمر أن ينشد قصيدة وأعجبتك فإنك تقول: هذه القصيدة من كلامك ولا من كلام غيرك؟ لا بد أنها من كلام من قرأها أو من كلام غيره، لا بد من هذا. نعم. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. فأهل السنة. وبالجملة فأهل السنة أهل السنة هم أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج الصحابة والتابعين ومن كان قبلهم، هؤلاء هم أهل السنة، قالوا لهم أهل السنة، ومخالفوهم يقال لهم أهل البدعة. نعم. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذه المذاهب الأربعة. نعم. من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف. هناك مذاهب غير مذاهب الأئمة الأربعة، هناك مذاهب من سبقوهم لهم مذاهب، لكن التي اشتهرت وحفظت هي المذاهب الأربعة. نعم. فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا إجماع، والإجماع قطعي، إجماع قطعي. نعم. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بذاته أو أنه حروف وأصوات تكلم. جاءت حدثت هذه الجدليات العقيمة بعد السلف الصالح، هذه حدثت بعد السلف الصالح لما قل دينهم وقل ورعهم، صاروا يتفلسفون هذه الفلسفات، وإلا فالصلح السلف الصالح مسلمون هذا الأمر أنه كلام الله ولا يجادلون في ذلك. نعم. أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. بعد أن لم يكن متكلما، تعالى الله عن ذلك، يعني حدث له الكلام بعد أن كان لا يتكلم. نعم. أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء. إيه نعم، هذا الصحيح، الله جل وعلا لم يزل متكلما بلا حد، إذا شاء يتكلم إذا شاء، وكلامه لا يحصى. قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلام الله لا يحصى جل وعلا، يأمر وينهى ويدبر بالكلام، وهذا لا حد له. نعم. أو أنه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر، يعني مداد حبر، ما نفدت كلمات الله جل وعلا، لأن كلامه لا يحصى، يأمر وينهى ويدبر سبحانه وتعالى هذا الكون. نعم. أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وأن هكذا
هذا الصحيح هو مذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وبما شاء. نعم. وأن نوع الكلام قديم. نوع الكلام يعني الكلام نوع وأفراد، أفراد الكلام محدثة ونوعه قديم، نوعه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث يعني محدثا التكلم به. الله تكلم بالقرآن لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فهو محدث، لم يكن من قبل، ما كان فيه قرآن من قبل، إنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تكلم الله به وأوحاه إليه فهو محدث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق ومفترى ومكذوب. غير مخلوق يعني غير مكذوب عندهم من الاختلاق والكذب، إن هذا إلا اختلاق يعني كذب، عندهم غير مخلوق يعني غير مكذوب، هذا باطل. غير مخلوق يعني أن الله تكلم به ولم يخلقه خلقا، وخلقه في جبريل، خلقه في اللوح المحفوظ، خلقه في محمد، تعالى الله عن ذلك. نعم. بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. بين أهل القبلة اللي ينتسبون للإسلام من المعتزلة وغيرهم، أهل القبلة الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم، المعتزلة يستقبلون الكعبة في صلاتهم، فهم من أهل القبلة. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطنانه. نعم. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة، وإنما هم رأوه رأيا من عندهم وليس له دليل من كتاب ولا سنة. نعم. ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. العقل لا يتسع لهذه الأمور، العقل له حدود لا يتسع لهذه الأمور، هذه ما يثبت فيها إلا ما جاء به الوحي عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل لا يصل إلى هالحد، هذا محدود. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. نعم. العقل، الكتاب والسنة والعقل السليم يدل على أن هذا القرآن كلام الله، وهو واضح من ذات القرآن، يعني معجز، ما البشر ما يستطيع يتكلم هالكلام ولا يستطيع يخبر هذه الأخبار. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب جاء بهذا القرآن وهو أمي، ما هو معقول إلا أن الله أوحاه إليه وحمله إياه ليبلغه للناس. نعم. ولكن ألقى الشيطان، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المعجزة، وهو المعجزة الوحيدة للرسول الباقي، المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. كل نبي يأتي بمعجزات ولكنها تنتهي،
ولا تستمر. أما هذا القرآن فهو معجزة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، معجز يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لا حد له، منشقون على بعضهم، لا يأتلفون ولا يتفقون، كل له رأي. أما أهل السنة والجماعة فرأيهم واحد ولا يختلفون في ذلك، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. نعم، لم يزل متكلما إذا شاء، متعلق بالمشيئة، ما هو لم يزل متكلما دائما وأبدا، لكن إذا شاء تكلم في الأزل وتكلم في وقت بعثة الرسول ويتكلم يوم القيامة ويتكلم في آخر الزمان. الله لا يزال يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، والملائكة تبلغ كلام الله جل وعلا وتنفذه في الكون. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، كغيره من الأئمة، الطحاوي كغيره من الأئمة، أن الله جل وعلا لم يزل متكلما متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. وأن نوع كلامه قديم. نوع الكلام قديم، وأما أفراد الكلام فهي محدثة، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني تكلم الله به وقت إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه. وليس القرآن قديما، إنما هو تكلم الله به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون الكلام قديم النوع محدث الآحاد. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه أكبر كتاب في العقيدة لأبي حنيفة، الفقه الأكبر، العقيدة يسمونها الفقه الأكبر، والأحكام الشرعية الفقه يسمونه الفقه. نعم. فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ. نعم. وعلى الألسن مقروء. نعم. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق. اللفظ بالقرآن مخلوق، أما الملفوظ فليس مخلوقا، الملفوظ به غير مخلوق، وأما لفظنا صوتنا هذا مخلوق. نعم. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة. نعم. وقراءتنا له مخلوقة. نعم. والقرآن غير مخلوق. القرآن أصله غير مخلوق، منزل من عند الله، منزل غير مخلوق. نعم. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أهل الكلام الذين يذكرون في كتب الفلاسفة يختلفون عن أهل الكلام الذين يعتقدون بأن كلام الله مخلوق؟ ما أعرف أن أهل الكلام مذكورون في كتب الفلاسفة، إنما أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، وهم أهل الكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قال بخلق القرآن اضطرارا للنجاة من ظلم حاكم، هل فعله جائز؟ لا، لا يجوز له
أن يقول القرآن مخلوق علشان يتخلص من ظلم حاكم. ماذا صنع بالإمام أحمد رحمه الله من التعذيب والسجن والضرب، وأبى أن يقول في القرآن إلا ما قاله الله؟ يقول لهم هاتوا لي شيئا من القرآن، هاتوا لي شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقول به، فاستعصى عليهم ووقف في وجوههم إلى أن نجاه الله منهم وفرج له. ولذلك يسمى إمام أهل السنة والجماعة بسبب صبره وثباته وصدعه بالحق وصبره على التعذيب والسحب في الأسواق، فصبر رحمه الله حتى جعل الله العاقبة له وصار إمام أهل السنة، يلقب بإمام أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال الشارح رحمه الله وأن نوع الكلام قديم، فهل يوصف كلام الله بالقديم؟ النوع يا أخي، النوع، نوع الكلام قديم، الله ما زال يتكلم، لا حد لبداية أنه تكلم، من يحدد أن الله بدأ من كذا يتكلم؟ لا حد، هذه صفة تابعة لله جل وعلا، فنوعه قديم وأفراده محدثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل في اعتقاد خلق كلام الله الهوى ووسوسة الشيطان؟ يقول: هل يدخل في اعتقاد كلام خلق كلام الله الهوى ووسوسة الشيطان؟ وكله ناشئ عن الهوى وعن وسوسة الشيطان، الكلام هذا والقول هذا ناشئ عن هالأمر هذا والعياذ بالله، ما نشأ من وحي ولا من دليل شرعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قلد من يفتي بالقول بخلق القرآن، أو من قلد من يقول بخلق القرآن، هل عليه إثم في ذلك؟ نعم نعم، لا يجوز التقليد في هذا، يجب أن يقلد أهل العلم وأهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يقلد أهل الباطل وأهل الضلال، ما يجوز يقلدهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين أفعال الرب تبارك وتعالى وصفاته الفعلية؟ نعم. يقول: ما الفرق بين أفعال الرب تبارك وتعالى وبين صفاته الفعلية؟ كلام الله من صفاته الفعلية، كلام الله من صفاته الفعلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بقول المؤلف في كلام الله معنى واحد قائم بذاته؟ يقول: ما هذا كلام الأشاعرة، يقولون الكلام معنى قائم بذات الله، عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد، فهذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، عن المعنى القائم بذات الله تعالى الله عما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ كفر، يترتب على القول بخلق القرآن الكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول أمره تعالى بين الكاف والنون؟ لا بأس بذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن كلمة من الكاف والنون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحف موسى كتبها الله بيده؟ أي نعم، التوراة كتبها الله بيده، لأنها نزلت على موسى ألواح، نزلت إلى موسى ألواح مكتوبة، ألواح مكتوبة، ألقى الألواح وأخذ برأس، إيش الألواح؟ ألواح التوراة التي تلقاها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقال عن الله تعالى
كلتا يديه يمين. اي نعم، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم، ليس ما يقال يسار، لا يوصف الله بأن له يسار، يوصف بأن له يد، يد لا تشبه أيدي المخلوقين، يمين كلتاهما يمين. نعم، كلتا يديه يمين، له يدان سبحانه، له يدان، بما خلقت بيدي، له يدان سبحانه وتعالى، وكلتاهما يمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الجاهل الذي لا يميز بين أهل السنة وأهل البدع يعتبر من أهل السنة؟ العامي، العامي الذي لم يتعلم، عليه أن يتابع أهل السنة والجماعة ويقول بقولهم ويعتقده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز القول بأن الله ينزل بذاته؟ أي نعم، ينزل بذاته كما يليق بجلاله سبحانه، ليس كنزول المخلوق، كما يليق بجلاله، ينزل إلى سماء الدنيا. نعم، وينزل لفصل القضاء بين عباده عند قيام الساعة، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جاء في القرآن أن الله سبحانه كلم موسى عليه السلام، فهل تكليم الله له مختلف عن تكليمه للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة؟ لا، لا يختلف، لا يختلف، لكن موسى يكلمه الله جل وعلا في كل شرع تشريع، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما كلمه الله مباشرة بفرض الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كثير من كتب أصول الفقه كتبها المتكلمون ونحن ندرسها ونحفظها علما أن فيها ضلالات كثيرة، يقول: ما نصيحتكم؟ ما فيها ضلالات، كتب الأصول ما فيها ضلالات، لا، وتقرأ وتعين طالب العلم، تعين طالب العلم على طلب العلم، ليس فيها ضلالات، كتب الأصول ما فيها ضلالات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كتب مفيدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح قول لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم، فيها أشياء مقدرة على سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، فالقدر مقدر، إن دعا العبد رفع الله هذا القضاء ولم يمضه، وإن لم يدعو فهذا القضاء ينزل بالعابد. نعم، في قدر على سبب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يفرق بين من سجد لغير الله من أجل التحية وبين من سجد لغير الله تعظيما؟ سجود التحية هذا كان جائزا إلى أن نسخ السجود للمخلوق، كان جائزا في الأول ثم نسخ، فصار لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى سجود العبادة، وسجود التحية نسخ. وقال صلى الله عليه وسلم لما أراد معاذ رضي الله عنه لما جاء من اليمن، أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية، فمنعه من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أعمل في شركة لنقل البضائع. يقول: أعمل في شركة لنقل البضائع وأجلب لها العقود مع شركات أخرى
نشاطها حلال، وغيري من الموظفين يجلب لها عقودا مع شركات نشاطها محرم كالخمر مثلا، فهل عملي وبقائي في هذه الشركة جائز؟ فهل عملي وبقائي في هذه الشركة جائز؟ ما هو جائز ما دام أنها مختلطة من حلال وحرام، ابتعد عنها إلى شركة نقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي يحارب الدين ويسب الله ورسوله، فكيف أتعامل معه؟ تبرأ منه وابتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كلام الله عز وجل صفة ذاتية أو فعلية؟ كلاهما صفة ذاتية وفعلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا بأس به. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أنه ورد أن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان يقبل المصحف، فهو فعل صحابي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة؟ يستسقي في خطبة الجمعة ولا يصليها بعد صلاة الجمعة، هذا لا يجوز. يدعو في خطبة الجمعة ويرفع يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الاستسقاء على ثلاثة أنواع كما ذكر ابن القيم: الاستسقاء بالدعاء ورفع اليدين، كلاهما فعل عليه وسلم الاستسقاء وهو جالس ورفع يديه، رفع الصحابة أيديهم فدعا وهم يؤمنون. والثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، والثالث الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء، تصلى صلاة الاستسقاء ثم يخطب ويدعو ويؤمنون على دعائه، كل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول أبي حنيفة رحمه الله ولفظنا بالقرآن مخلوق، ألم ينكر أهل السنة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ لا، ما أنكروا عليه، لأن لفظي اللي هو صوت القارئ هذا مخلوق، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل السماء الدنيا هي السماء الأولى؟ يقول: هل السماء الدنيا هي السماء الأولى؟ السماء الأولى ما تسمى الأولى، السماء الدنيا سمها السماء الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إزالة شعر الخد؟ نعم. يقول: ما حكم إزالة شعر الخد؟ شعر الخد إذا كان يتأذى به فلا بأس بإزالته، وليس هو من اللحية، اللحية ما نبت على العارضين، ما نبت على العارضين والذقن، هذه هي اللحية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حدود الكذب للمصلحة؟ يجوز إذا كان في مصلحة راجحة، يجوز لإصلاح ذات البين، الكذب في الحرب إذا كان في مصلحة فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كذب الزوج على زوجته لأجل العشرة لا بأس في ذلك، وإن كانت النساء ستزعل إذا سمعت هالكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول يسأل عن مسح القدم، يسأل عن مسح الجوربين، يقول هل يسأل عن مسح الجوربين، يقول: هل يجوز مسح القدم اليمنى ثم اليسرى؟
لا بأس، يمسح اليمنى ثم اليسرى، أو يمسح عليهما جميعا، يمر يديه عليهما جميعا، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي وأباك في النار. نعم. فهل يقال أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ هل يقال أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقال أنه في النار كما قال صلى الله عليه وسلم أنه في النار، لأنه كافر. اللي يقولوا ما نقدر نقول أبو النبي، نحترم الرسول، ليس هذا احترام، الكافر كافر، ما يحترم الكافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفي في حصول الإيمان عمل القلب ولا يقول هل يكفي في حصول الإيمان عمل القلب دون عمل الجوارح؟ يا أخي، جب لنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينزل حرارة الشمس على الأرض قبيل الظهر، إذا نزلت حرارة الشمس على الأرض فصلاة الضحى تكون في هذا الوقت. نعم، يعني تؤخر الفضيلة، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى ينتفي عن المرء الذي دخل في الإسلام بأنه حديث عهد بالكفر؟ أدري وش الكلام. يقول: متى ينتفي وصف المسلم الذي دخل حديثا في الإسلام بأنه حديث عهد بالكفر؟ ما فهمت السؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز للمرأة أن تلبس الطاقية في العمرة؟ لا، ما تلبس لباس الرجل، لا عمامة ولا طاقية، ما تلبس لباس الرجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم بالتقريب بين أهل السنة وبين المبتدعة بدعوى أنهم جميعا من أهل القبلة؟ كيف تقريب؟ يعني نتقارب مع أهل البدع وأهل، لا نتقارب معهم، لا نتقارب معهم، مع أهل البدع تصالح معهم، تصافى معهم، لا نساوم على ديننا ولا نجامل أحدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر مجتهدا مطلقا؟ لا، ما هو مجتهد مطلق، حنبلي. شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، لكن قد يجتهد في بعض المسائل، بعض المسائل. نعم، ما هو مطلق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الإبر المضادة إبر المضادة الحيوي عبر الوريد تفطر الصائم؟ إيش؟ يقول: هل إبر المضادة الحيوي عبر الوريد تفطر الصائم؟ اسمعوا، الإبر ثلاثة أنواع: الإبر التي في العضل، هذه لا تفطر الصائم، الإبر المغذية، هذه تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، الإبر غير المغذية التي تؤخذ في الوريد، هذه فيها خلاف، وتجنبها إلى الليل أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تخدم والدتها، تقول: والدتي تجد حاجة في نفسها من لبسي للقفاز أثناء إزالة النجاسة عنها. إيه؟ تقول: والدتي تجد حاجة في نفسها من لبسي للقفاز أثناء إزالة النجاسة عنها، مع العلم أني وضحت لها أنه لا يجوز لي أن أمس عورتها مباشرة، هل يجوز لي نزع القفاز لتطيب خاطرها؟ لا 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 يجوز مباشرة، تلبس القفاز وتقنع والدتها، فإذا لم تقنع
فلا تجاملها في هذا، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل المكياج مانع للوضوء؟ إذا كان يتجمد على الجلد فإنه يمنع الوضوء ولا يجوز، أما إذا كان ما يتجمد على الجلد والماء يصل إلى الجلد لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل غسل الجمعة واجب على كل محتلم من الرجال والنساء؟ ليس واجبا، أما قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمعنى الوجوب التأكيد، أنه متأكد، واجب يعني متأكد. وابن القيم يقول: إذا كان فيه روائح كريهة، فيه عرق، يجب عليه أن يغتسل لئلا يؤذي المصلي. أما إذا كان ما فيه روائح كريهة ولا عرق له رائحة فإن هذا اغتسال للجمعة سنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن الصفات الفعلية غير أزلية؟ صفاته جل وعلا أزلية لأزلية ذاته، صفات تابعة للذات. نعم. أحسن الله إليك. سبب هالسؤال هذا، صفة الله عز وجل لازمة لذاته إلا الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يفعلها إذا شاء، أما الصفات الذاتية فهي لازمة لذاته كالسمع والبصر والكلام نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عبد العزيز الكناني رحمه الله قبل الإمام أحمد رحمه الله أم بعده؟ لا، ما هو الظاهر، لا، بعد الإمام أحمد. نعم، وقت الفتنة بخلق القرآن، لما استطال المعتزلة في عهد المأمون استطالوا على أهل السنة، ناظرهم رحمه الله وأفهمهم. نعم. أحسن الله إليكم. له كتاب يسمى الحيدة، مطبوع، الحيدة، هذا العبد العزيز الكناني، وفيه الجدال مع المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز الزيادة في الصلاة، مثلا يقول: ربنا ولك الحمد ولك الشكر؟ ما ورد ولك الشكر، يقول ما ورد. نعم. وهل ورد القول بالحمد لله حمد الشاكرين؟ ما؟ القول في الصلاة الحمد لله حمد الشاكرين؟ لا، كيف يعني؟ على أنه دعاء ولا على أنه من الفاتحة؟ المهم لا يقوله، لأن هذا معنى تزكية نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء على المفسدين؟ على المفسدين، المفسدين. نعم. لا بأس على المفسدين، لا بأس به، أن يكف الله شرهم وأن... نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس، لكن المفسدين من هم المفسدين؟ لأن بعض الناس يعتبر أن اللي يخالفونه برأيه أنه مفسدين. هنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا حصل إشكال في مسألة شرعية وفي الأحكام الشرعية يقول: استفتي قلبك، فما حكم هذا؟ استفتي قلبك، هذا في الحلال والحرام، بينهما أمور مشتبهات، حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هذه اللي فيها استفتي قلبك. أما أنك تخلي قلبك هو المفتي لك وتترك العلماء فهذا لا يجوز. نعم. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد مسجد بجوار إحدى المدارس، وأولياء الأمور يدخلون المسجد ويصلون الظهر جماعة بعد الأذان بحدود 5 دقائق
لأنهم إن انتظروا الإمام سيتأخرون كثيرا على أبنائهم في المدرسة. لا يجوز هذا، لا يؤم في المسجد قبل إمامه الراتب، لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا إلا بإذنه أو عذره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم متابعة الإمام في زيادة ركعة خامسة في صلاة الظهر وهو يعلم أنها خامسة؟ لا يجوز له ذلك، إذا علم أنها خامسة يجلس، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظرهم حتى يسلم ويسلم معهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لو تابعهم وهو يعلم أن خامسة بطلت صلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من صلى وهو جنب؟ كيف؟ يقول: ما حكم صلاة من صلى وهو جنب؟ لا تصح صلاته لأنه غير متطهر، والطهارة من شروط صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كبرت مع الإمام وهو في الرفع من الركوع أخطأت، وبدلا من أن أقول ربنا ولك الحمد قلت ساهيا دعاء الاستفتاح، فما حكم ذلك؟ إذا لم تتعمد فلا بأس، كان عليك سجود سهو، لكن أنت تابع للإمام وتحمله الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التراجع عن السوم؟ عن السوم. هذا ايش تقول؟ التراجع عن السوم. عن ايش؟ السوم. ما فهمت الا السين، ما ادري ايش الباقي. سين واو ميم. سمو سوم. سوم في البيع. سوم السلعة. تراجع عن السوم. حر، إن شاء عزم واشترى السلعة، وإن شاء تراجع وتركها للآخرين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ مثل ما قلت، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن موزعون لمنتجات ونقبضها ومعها مقدم بنسبة من المبلغ، مع العلم أنها نحن موزعون ونقبض السلع مع نسبة من المبلغ. إيش؟ نحن موزعون. أي نعم. ونقبض السلع. نقبض السلع. أي. ونقبض السلع ومعها مقدم من المبلغ. ما المبلغ؟ ثمن يعني؟ نعم. ها؟ نعم، مقدم نسبة السلع. شلون صار معهم نسبة قبل أن يبيعوها؟ ها؟ ما هكذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى اللعن؟ ها؟ اللعن. اللعن؟ نعم. طرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نعلم أن كثيرا من الناس لا يؤمنون كما قال ربنا. لا يؤمنون. نعم. فهل يؤاخذون على قلة وضعف إيمانهم؟ كيف لا يؤمنون وهل يؤاخذون؟ اللي ما يؤمن هذا كافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك أثر في التساهل في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟ هل هناك أثر في التساهل في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟ تساهل؟ نعم. لا يجوز تتساهل وأنت عندك علم ترى الناس على باطل وعلى عقيدة سيئة، ما يجوز لك تكتم العلم عنهم، بلغهم وعلمهم. نعم، وأرشدهم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى